مرحبا. عايشك بك. لاباس؟ عايشك ربي يفضل. شنو الخدمة؟ الله فيك. أونسيان متقاعد. شنو الصحة؟ والله شنو نقول لك، الصحة لا تشكر لا ذمك، وبحكم معناها واحد عمال يتقدم في السن عمال معناها يتقلق شوية، معناها باقي الحمد لله، واحد ديما يطلب الحمد من عند ربي. الحمد لله. اليوم مشكل الدواء وتوفير الدواء، سواء من المستشفيات خاطر مش تونس كلها بس عليها، وسواء من تمشي من الفارماسي ديما فما مشكل، ديما النوعيه ذي ما فماش، خذ الدواء الاخر المعادل ليه هذا اذا كان لقيته. اي والله هو معناها تجي الواقع فهمتي، معناها قداش مره نسمعوا للفارماسي سنترال مرهونه، فارماسي سنترال ماهيش خالصه، الفارماسي سنترال عندها ديون، هذا راهو ما يهمش الشعب فهمتني. ينجموا يا خويا، شوف يا خويا، عاملنا صندوق فهمني، ندفعوا نساهموا، الشعب التونسي الكل نساهموا، المهم جيبونا الدويات المفقوده. اليوم الاطباء ولاو يجتهدوا، اليوم الاطباء ولات ما فهمني ما عادش عندهم دويات، عندنا الكفاءه الطبيه، لكن الدواء مفقود، الدواء اللي به الفائده مفقود، والادويه وخاصه تاع الامراض المزمنه. تو فهمتني، ما نحكيوش على قريب، ما نحكيوش على حاجه، لكن ثم دواء التنسيون مثلا فهمتني، سواء كان الواحد ضغط مرتفع او منخفض، المرتفع موجود، لكن الدواء نتاع الواحد المنخفض كان معناتها فهمتني، تحب نسميهولك نسميهولك راهو. هو ممنوع نسمو الدواء، مش فيه اشكاليه كبيره. ممنوع تحب نسميه ما يسالش. ما تسميش، خاطر ممنوع اول ابسط اكثر حاجه تحاسب عليها. ما نسميش، يلزم الانتباه الكلي. شوف موضوع الدواء موضوع حساس 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 برشا فهمتني، اقدر شوف نعرف اللي وقع تهريب الادويه معناها الخارج وكل شيء فهمتني، وان شاء الله ربي يفضل فهمتني سياده الرئيس فهمتني، نشكره معناها مسبقا فهمتني، اللي معناها سهر على الدوله وسهر على واحد على نظام وعلى امنها وعلى كل شيء فهمتني. لو سمحني تحكي على تهريب ادويه، اي تحكي على انها مشات في السيركوي صحيح، اما تبعت للدول الاخرى مجاوره. اي بتباع، مشات معناها قاعدين يهربوا في الدويات الخارج فهمتني، والحمد لله اللي معناها المؤسسه الامنيه قائمه بالواجب فهمتني، وعلى راسهم سياده رئيس الجمهوريه القائد على القوات المسلحه فهمتني، هذا شيء نحمد عليه ربي فهمتني، وان شاء الله ربي مع تونس. مشكله الفارماسي سنترال وباش تفلس وفلوس والتفويت فيها هو شعار سياسي اكثر منه، اكثر منه حاجه بالنسبه لنا غير صحيح. هذه باش تقول لي عندها ديون وعندها مديون فهمتني، يظل المواطن كي يمشي يشري معناها الدواء من الفارماسي فهمتني، باش يخلص فلوس ماهوش في خلص كرويه فهمتني، ما احنا يلزمنا فهمتني نعتنيو بالطبقه الضعيفه اللي يداوي في المستشفيات العموميه فهمتني، هذوك يلزمهم يلقاو الدواء، الناس الفقراء اللي هما اهم الناس معناها المتوسطه والناس الاغنياء، احنا ديما ندافعوا على الفقير فهمتني، معناها الفقير سامحني الطبقه الضعيفه في تونس هي الطبقه اللي تعاني. هو كي يمشي يعدي في سبيتار الطبيب وش يعمل مجهوده وش يقول له، وش يعطيه مره ثاني مره حسب اللي سالناهم الكلها يقول لك ثاني مره شي يقولوا راه ما فماش باش هو يمشي يشري بالفلوس. تصديق لقولك، اهم حاجه ركز عليها ونعاودها ونزيد نقولها، وهذه معناها رساله نوجهها الى السيد الوزير وزير الصحه العموميه فهمتني، وخاصه على مستوى المواعيد بالنسبه للفقراء فهمتني، مش معقول معناها من غير المعقول معناها امراه ولا راجل ولا حتى ولد صغير عنده مرض فهمتني، معناها مرض معناها اللي هو معناها يلزم يقع ارجون فهمتني، الواحد المداوات نتاعو تعطيه موعد بعد 6 اشهر معناها بعد ما يتوفى فهمتني، واحد نعيطوا له من القبر باش يجي يداوي، مش معقول. نحكيوا على ناس مرضى بالسرطان وغيره، والكنترول كل يوم يوقفوا فينا كنترول بعد 6 اشهر وبعد اكيد شوف يوسف شوف الاكتظاظ لازم يلقاو له حل فهمتني، وما يلزمش في تونس العاصمه بركه، لا تونس الكل، تونس الجمهوريه كل كامل التراب التونسي، يلزم كل شيء يتوفر، ويلزم الادب. اليوم تقول لي في تونس اليوم من قفصه شي يجي يعالج لنا من القرون يجي خاطر غادي ما عندوش. هو شنو ذنبه كمواطن تونسي؟ لا علاش يجي لتونس؟ ما يلزموش هكا معناها يقطعك المسافر الكل باش يداوي في وسط العاصمه من غير معقول فهمتني؟ يلزم ثم فروع غاديك، ثم مستوصفات، ثم قسم جراح، ثم قسم كل شيء، انسان يشد معناها فهمتني امراه باش تولد عقب الليل فهمتني؟ تسكن في فهمتني واحد معناها كيما نقولوا احنا في قلب الصحراء فهمتني، شنو باش تجي؟ فما قسم الاطفال زاد باب سعدون جماعه بيجا وما عندهمش اصلا باش يعالجوا الاطفال، راسهم يجوا اكيد اكيد هذه يلزم الدوله تاخذها بعين الاعتبار فهمتني، هذايا هو المهم فهمتني، وتحيا تونس برجالها ونساها. اليوم الامراض خاصه السكر والامراض المزمنه، مواطن ذاك اللي مستحق ديما الدواء ذاك كي يشري الباكو هذاك تراسيلو لازم يخمم في الباكو الاخر قبل ما يوفى،
ورغم ذلك ديما نفس الاشكاليات وديما نفس المشاكل، وخاصه ما حكيو مع تونس زواوله مش الناس الكل تخلط باش توصي شكون يجيب لها الدواء من برا ولا. والله شو نقول لك، انا ما انا نحكي لك على روحي فهمني، ما انا ساعات ما تعرف الدينار نتاعنا طايح فهمني، معناها وقت اللي نسحق دواء باش ناخذ دواء اللي هو سوبريمي في تونس، ما نقولش مفقود، لا سوبريمي تنحى اللي هو كان ينفعك، معناها ما تكملش منه زوز فهمني دو كومبريمي فهمني وتبرا فهمني. اليوم معناها باش توسي على دواء فهمني، معناها باش تكلم واحد من اصحابك في الخارج ولا حاجه فهمني، ضارب ثلاثه، إذا كان الباكو ب 38 دينار أنت يضرب في ثلاثة بقديش يطلع؟ فهمني؟ من غير المعقول. شكون الدواء هذا سوبريمي؟ باعتقادك فما أدوية إفيكاس أكثر منحية من السوق، وخاطر هي معناها بلغة أخرى فيسع المواطن باش يبرى، لا خلينا نجيبوا الدواء اللي يستعملوا تولا. شوف الدوايات الإفيكاس اللي كانت موجودة في تونس نحات. ما نعرفش علاش ويبقى السؤال المطروح. في الأسواق العالمية موجودة مازال؟ موجود. موجود مازال الامراض المزمنه نحكي راهو فهمني، ثم ادويه اللي هي تنفع المريض فهمني، مقطوعه حتى في المستشفيات، مش لازم نذكروا فهمني معناها شكون هما المستشفيات فهمني، وهذا شيء غير معقول. يقولوا لك الكلام هذا طبيب، اي طبيب يقولوا لك الكلام هذا. طبيعه الطب الكل تتقهر، طبيب على طبيب يقدر بيده على الطاوله فهمني، يقول لي حسر على الدنيا كيفاش كانت هكا باللغه هذه فهمني، وهذا من غير معقول. الشعب التونسي راهو شوف لا يهم ولا فلان تنحى ولا فلان تخلى، راهو يهمه كان صحته، يهمه واحد المعيشه هكا هو. اليوم من الصحه التونسي شي يمشي يعدي يمرض بالصف، ما تراش روحك انت قادر انك تمشي لكلينيك وانك تمشي تعدي وظروفك الماديه خير، لكن الاغلبيه الساحقه نتاع الشعب التونسي تشد الصف وتتعب وتاخذ ترونسبور باش تمشي تعدي، تشد صف ثلاثة سوايع وساعات ما تخرجش على كنترول. مدام تعرف اهم كلمه باش نقولها لك ها وخليها تتعدى، اهم كلمه باش نقولها لك، انا هزيت ولدي للطبيبه مش لازم نذكر اسمها فهمتني، عطاتو راديو، عملت له راديو في البريفي. البريفي اش قالت لي؟ قالت لي راه ما عنده حتى شيء. بعثتني للطبيب في الكلينيك وانا نعرف الطبيب فهمتني، مشيت للكلينيك دخلت نسال عليه، قالت لي يقعد سنه يا مسيو. بعديك عيطت لي القشيش قالت لي اعطيني بطاقة تعريف، سجلت له اسمه وكل شيء، قالت لي يا مسيو تعطينا 100 دينار، قلت لها نتاع شنو؟ قالت لي باش نعملوا لك دوسي. معناها شوف الاستغلال الفاحش كيفاش ولا ها؟ في كلينيك، تحب نذكره لك نذكره لك. لا ما تذكرليش فهمني؟ هذه يلزم توصل سيد وزير الصحة فهمني؟ وتوصل سيادة رئيس الجمهورية القائد. فقط للتسجيل 100 دينار. ولا للتسجيل 100 دينار، تعطينا يا مسيو 100 دينار، تتمنكوا على شكون تتمنكوا؟ هي معناها لا بالطبيعه الحال عارفه وصاها في القشي، يلزمك تعطيها 100 دينار كوم كوا باش تعمل الكاردونه سجل لك اسمك من غير المعقول. هذه شويه من برشا حاجات تدخل شتولد مراه السبيطار هكاك في الكلينيك صغير من با تعدي ساعتين تكتك المبلغ الكبير والخيالي دبوس الماء تتحسب بملايين فهمني. انا اغزل شوف انا اقول ربي يقدر الخير في البلاد وربي ينصرنا على كل من يعادي فينا، والسلام عليكم.